نجوى كرم. الله 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 لك الحماس والتحية اللي رحبت فيها. انت شمس الغنية بس كمان انت شمس المطبخ صح؟ صح جد. اول شيء اهلا وسهلا فيك وبآية النار قوية شوي شعاعي قوي ولكل دولة بتشرق فيها الشمس بما انك ذكرت الشمس ولكل واحد بشد ايده عم شد. وانت اكثر من استاذ انت من الشعب مشان هيك من فترة اطلقت هيك صرخة كرمال انه صار في كتير غلا بلبنان وشو لازم نعمل، اطلقت صرخة لانه انت من الشعب وبتحسي معهم صح؟ الف صح. انا من الشعب والغلا سبق وانا قلت من زمان كانوا دايما بالمدارس يعملوا عنوان صح لكل موضوع. اليوم الموضوع شو؟ الجوع والمجاعة. وسبق وذكرت على كل كلمة الكبار كلام الكبار لا يكرر، وهذا شيء موجود على السوشيال ميديا من وقت ما قلت انه شو هي انا الجملة؟ كلام الكبار لا يكرر. خليت تكرره خليت يعني يا ريت فيكم تقصوها بالمونتاج بس تما انه هيك انحرج بس مش مشكلة نجوى ما بتنحرج على كل دايما بيصير في هيك ما حبيتك يا شكرا مش مشكلة اتركوها لأنه أنا روحي عفوية وما بتفرق معي. خلينا نرجع هلا لجو البرنامج تبعنا وبدك هيك عاملي شيء صغير من المقبلات بحطوهم مع الميزة بس عملت له هيك حطيت له تويست من عندها اللي هي حمص عملت له تويست صغير يعني إنه زايد حركة إيه لمسة إيه. يلا تفضلي دوقي إيه بدك تعطيها علامة لآية على خمسة حمص باللون الأخضر انتبهي للحمرة صح انتبهي للحمرة قلت لك قلتك خايفة حبيته سكر حبيته يخرب بيتك شو حبيتك لأنه نجوى من زحلة من شو من شو بيقولوا له الأسد المثل مربل أسود مربل أسود لأنه صرت خاف غليت فتبت بخاني مربل أسود عم تختبرينا هلا عم بختبرك اللحم الأسد مش طيب بس شو اللي مميز فيه؟ قوته وجرأته نجوى مثل قوة الأسد ما بتخافش من شيء صح فعليهم نسأل.